ماركو أسنسيو خرج كرة حلوة وسط الريال ألفيش جولاسو جول 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 كريستيانو رونالدو الطائرة الشبح الطائرة الفانتوم تحلق فوق أجواد توريفيل وتعمل دورة وتطلع على السين الله على أسنسيو الله على عرضية فاسكيز والله على البومبر كريستيانو رونالدو ما جابتوش ولادة يا سادة ما خلقتوش ولادة يا سادة بدايات من صعوبات وسط الميدان ترجع بالراس خطيرة والرأسية التعادل التعادل الباريسي التعادل البيجي عن طريق خافير باستوري هدف التعادل لباريس سان جيرمان هدف التعادل من توزيعة كروس على اليسار تياغو سيلفا يقدم القدام كرة ترجع ضربت في كافاني ودخلت الشبكة تغندو رونالدو أعطى باس رونالدو رابيو والكرة خطيرة وفرصة والهدف الثاني الهدف الثاني من كازيميرو خلاص انتهت كازيميرو جاب الثاني كازيميرو جاب الثاني قلت لك لن تنتهي هدف لهدف هناك الثاني في البال هناك الثاني في العداد والعتاد المدريدي والعناد المدريدي ينهي مباراة القمة في دور ال 16 2-1 للريال البلانكو عن طريق كازيميرو شوف الكرة برشا خطا في وسط الميدان كرة تفتك وكرة تمشي هنا رونالدو كيف